أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي بما ساكن. مرحبا بكم، مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم ولادنا تحتجنا احنا، ولادنا تحتجنا احنا حصة تجيب على تساؤلاتكم. انتم يا أولياء في كل مرة على بالي عندكم تساؤلات باش تربي ولادكم بالطريقة السليمة. احنا مع أخصائيين بكل تواضع نحاول أننا نجيب على هذه التساؤلات هذه. بالمرات نصيحة بسيطة تقدر تساهم في تربية النشأ. اليوم عندنا موضوع مهم، هو موضوع الطفل والتلفاز، لانفان اي لا تيليفزيون. كيفاش نقدروا نعرفوا البرامج اللي تليق بولدنا في اي سن؟ ما هما البرامج اللي تتلائم مع مراحل النمو تاع ولدنا؟ كيفاش نقدروا نراقبوا هذه البرامج؟ ان شاء الله مع اخصائيين اليوم رايحين نفيدكم. يرافقني اليوم السيده حورية خدير، اخصائيه نفسانيه. تفضلي مدام، تفضلي. مرحبا بك مدام، مرحبا بك. تفضلي تفضلي. عيشك صحه. تفضلي تفضلي مدام، تفضلي هنا هنا، تفضلي هنا. شكرا. مرحبا بك، مرحبا بك مدام، مرحبا بك. وكذلك الاستاذه جيلاني علجيه، مدرسه منذ 17 سنه. تفضلي تفضلي مدام، مرحبا بك. شرفتينا شرفتينا شرفتينا. في كل مرة نستضيف تجربة حية، تجربة حية. اليوم معنا محمود عبد الغني. تفضل تفضل تفضل. شرفتنا شرفتنا. تفضل تفضل. مرحبا بك مرحبا بك. في كل مرة نستضيف طفل ولا طفلة يروح يدير الواجبات المدرسية في هذاك المكتب الجميل. اليوم معنا مهدي، تعال مهدي. أروح وليدي. واش راك مهدي؟ مليح. لاباس. شحال في عمرك مهدي؟ سبع سنوات. سبع سنوات. في أي سنة تدرس؟ سنة ثالثة ابتدائي. ابتدائي؟ مش ثالثة متوسط؟ لا لا، ابتدائي. الله يبارك الله يبارك. شاطر أنت في الدراسة تاعك؟ نعم. شاطر؟ نعم. شحال جبت معدل؟ 8.34. أوه شاطر، برافو 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 وليدي. الواجبات المدرسية تاعك ديرهم وحدك ولا حتى يقولوا لك ماما وبابا روح تقرا روح تقرا؟ نعم. منظم انت في الوقت تاعك؟ منظم وقتي وعندي تصرفاتي لها نظام. اوه برافو 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 برافو. شفتي يا اطفال، ما هديش حاجه منظم، قالت حتى التصرفات تاعي منظمه. الله يبارك. عندك وقت للعب عندك يا اخي؟ نعم. الله يبارك الله يبارك وليدي. اذا تفضل دير الواجبات المدرسيه تاعك في هذاك المكتب الجميل اللي خليناه لك. نعم. وانتم يا اطفال هذا هو الوقت اللي تروحوا ديروا فيه الواجبات المدرسيه تاعكم. مرحبا بكم مرحبا بكم. شكرا 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 على الاستجابة لهذه الدعوة. هذه اليوم رانا في موضوع مهم وشائك كذلك. أنا بحكم تجربتي كمواطن وكأب وكمن نسمع دائما الأولياء، أنا وليدي موشي نحي عينه وقع من التلفزيون، أنا وليدي. ولكن المشكلة أن نقول لهم يا أولياء ماشي أنه وليدك ما ينحيش عينه من التلفزيون، المشكلة أنه وليدك واش راه يشوف. هذا هو، احنا حبينا اليوم معكم نطرقوا لهذا الموضوع ونشوفوا كيفاش هذا الطفل، يا هل ترى كيفاش نقدروا نراقبوه، يا هل ترى احنا عندنا المعلومات الكافيه باش نعرفوا اي برامج يشوفها ولا ما يشوفهاش، وخاصه بعد الانفتاح. احنا التلفزيونات الجزائريه فيها رقابه الحمد لله، دوله مسلمه عندها تقاليد وكامل، يعني ما كانش بزاف العنف والبرامج يعني اللي ما يقدرش يشوفها الطفل بزاف. ولكن درك مع الانفتاح مع البارابول مع الانترنت وكامل، يعني الطفل عرضه لاي برنامج اللي ما يهموش وما يتمشاش مع مراحل النمو تاعو. لما دبي نبدا بك السيده حورية خدير، اخصائيه نفسانيه، تعاملتي مع الاطفال وعلى الاولياء ومع المراهقين وكامل. احنا الحصه تاعنا تهم الطفل يعني هو رضيع حتى المراهق حتى يعني حتى يكبر ولي يعرف صلاحه كما يقولوا، وين دائما الاولياء يتسائلوا كيفاش، ما هي النصائح اللي يعطوها لاولادهم كيفاش يتعاملوا معاهم في هذا السن هذا اللي قبل الرشد كما يقولوا.
ماذا بينا تكلمينا على هذا الموضوع، الطفل والتلفاز، لونفون اي لا تيليفزيون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بك مدام. نشكرك جزيل الشكر على الدعوة. الله يخليك. هذا الموضوع موضوع حساس وشائك كما قلت. هو جهاز مرئي وسمعي وبصري، عنده الدور ديالو اللي يلعبه، يقدر هو سلاح ذو حدين، يقدر يلعب الجانب الإيجابي وكاين الجانب السلبي. يعني هذا التلفاز قد ما يقدر يربي قد ما يقدر يهدم. وخاصة يعني الأطفال الصغار. أصبح قيل في إحدى الأسر الجزائرية، سئلت طفلة قالوا لها بما تتكون الأسرة ديالك؟ وش قالت لهم؟ قالت لهم عندي ماما بابا جدي جدتي والتلفزيون. يعني شوف البراءة، يعني شوف البراءة، يعني شوف الأثر التلفزيون وش أرجعت حسباته كيشغل فرد من أفراد الأسرة. يعني خطر، كانوا يخليوها ساعات وساعات وساعات كانت تتلاقى مع التلفاز أكثر ما تتلاقى مع والديها وخوتها وكامل، تقول لك هذا راه عضو من العائلة هذا. يعني هنا وش نقول؟ الأولياء يلعبوا دور كبير، على الأولياء يعني تقديم محاولة نظام. ما نقدروش نحولهم التلفاز، يعني نقسموا لهم وقتهم. بالضبط. يعني على الأقل بعد الدراسة نخصوا لهم ألو كان ساعة. بالضبط. ولكن الخطر وين يكمل؟ كي يكون الطفل صغير، يعني الطفولة المبكرة، نخليوه يشوف كامل البرامج، يعني الأفلام العدوانية، الأفلام المخيفة، الأفلام تاع الحرب، يعني ما يفهمش تاع العنف، يعني تاع العنف، العنف هذاك يعني ما يفهمش. هو بالنسبة لي هذه الحياة، هاد الأفلام هذه يضرب في حتى يضرب في صحابه الصغار، يضرب في خوته، يضرب تتقول هذا الطفل هذا ما يتعلم. منين جاب هذا العنف؟ وخاصة وهذا الطفل في هذه المرحلة عنده الذكاء دياله وكل ما يتعلق بالعمليات العقلية المعقدة فطرية، يعني قابل للتسجيل، قابل للاستيعاب بصورة فائقة. يعني احنا هنا ورقة بيضاء، يعني ورقة بيضاء نقدروا نصنعوا فيه، نقدروا نسجلوا فيه أشياء كما نقدروا نزرعوا فيه أشياء جميلة. هاي جميلة. كما نقدروا نزرعوا فيه الأشياء السلبية. يعني كيف نقدروا نشرحوا الأطفال اللي عندهم مازال ما دخلوش المدارس الابتدائية؟ يعني معظم الأسر الجزائرية وخاصة في العاصمة يحسنون تكلم اللغة الفرنسية 20-30%. منين تعلموها؟ باغابول، يعني الرسوم المتحركة الأجنبية، يعني باش تشوف النوعية اللي تقدمها هذه البرامج. يعني الرسوم المتحركة يعني تحدي، يعني دخلت المنازل واستعمرتنا في ولادنا. يعني وعلاه؟ لأن وجدت فراغ اجتماعي وفراغ عاطفي في الأسر، لأنها من المفروض في التلفاز. البرامج هذه من المفروض البرامج الأجنبية وكامل، إحنا ما عندنا حتى ما عندناش عنصرية ولا، لكن يعني ولكن لازمها تكون تكميلية للبرامج نتاعنا اللي مبنية على الواقع الاجتماعي. الواقع الاجتماعي هذا مش كنت نقوله مثلا في أغنية الطفل، لما بديت حصة مع عمو يزيد كنت نتكلم معهم نقول لهم بزاف يقولوا لي علاش بديت تدير هذه الحصة وكامل، شفت باللي كاين فراغ، هذاك الفراغ الى ناتور اورور دو فيد. دونك هذاك الفراغ هذاك خلى ولادنا، انا مانيش نقول ما لازمش ما يسمعوا ولا ما يشوفوا، ولكن لازم يتشبع بالبرامج وبالاغاني وبالادب والمسرح وكامل نتاعنا اللي مبني على اسس تاع الواقع الاجتماعي نتاعنا والقيم نتاعنا. من بعد نكملوا بالبرامج الاخرى، يعني تكون تكميليه، انت خلاص راك حصنتوا بالبرامج اللي فيها القيم نتاعنا، من بعد هو يعرف وحده إيه هذا ما نحبوش، هذا ما نشوفوش، هذا مليح، هذا وحده يعرف القيم نتاعنا. امتى كان من الاول كان فيه فراغ وهذا الطفل هذا تشبع مباشره من البرامج، ما نقولش اجنبيه ولا، ولكن اللي مختلفه للواقع نتاعها، الواقع تاعنا، المواضيع اللي تعالجها والقيم اللي تتناولها مختلفه عن القيم نتاعنا الجزائريه. هذا هو
احنا رانا مظلومين هذا الشيء حيلي. من اجل هذا الشيء هذا لانه باش ولادنا يكبروا يعني على القيم تاعنا. حبيت نضيف حاجه برك حبذا، لو كانت برامج تاعنا يعني ما نديروش يعني كلا الجناحين او الشرقي او الغربي، حبذا لو عندنا برامج تاعنا جزائريه بالضبط. عندنا تراث امازيغي، عندنا تراث جزائري بالضبط. عندنا قصص حكوها لنا زمان ادباء، يعني كان درنا هم في جو في موضوع في رسوم متحركة، في قصص حية، في قصص يعني تجلب الطفل الجزائري بالضبط. يعني تخضع للمجتمع الجزائري، تقاليد الطقوس تاعنا، اعياد ديالنا، يعني الواقع الاجتماعي اللي نعيشوه كل يوم. يعني حتى الطفل، انا بالمرات نشفى كنت صغير كنت نشوف بالمرات بعض البرامج ما نحسش روحي فيها، يعني ما نحسش روحي معني. بالمرات تشوف برنامج شوف روحك معني، مثلا العائله الجزائريه نخرجوا شويه على الطفل، لما تشوف مسلسل جزائري وكامل شفتي في شهر رمضان وكامل، كيفاش الناس تشوف البرامج وتحبها، علاش؟ لانه هذاك البرنامج شغل هو كاش راهو عايش. درك انت أكيد. مثلا تجيب برنامج اجنبي ولا واش يشوف كله حلم، يعني حاجه ما يقدر كاش نهار يعيشها. يعني هذه هي الشيء اللي ما تنميش فيه، خاصه الطفل ما لازمش يعيش في الخيال. أكيد. أولا حبيت نقول يعني هنا نداء كان نوجه السلطات المعنية، وصلت الأسر الجزائرية، أنا هذه جربتها أنا في بنتي، تشوف تلمو الرسوم المتحركة أجنبية، وصلت حتى كي قالت لي ماما وحنا ما عندناش بابا نويل. حقيقة في الأعياد المواسم ديالهم كيف يقدسوا الأعياد ديالهم، ومن بعدك حنا نقولوا لها، ومن بعدك نشرح لها لا عندنا المولود، عندنا عيد صغير، عندنا عيد الكبير، يعني هذا الفراغ هذا استغلوه وحنا فريسة لهذا الأشياء. لا هي على كل حال حنا عندنا مسؤولية كمربيين، كمنشطين، كإعلام، كأخصائيين وكامل، أننا نعطي لولادنا برامج، خاصة نتكلم على الطفل، خلينا حتى الكبار، حتى الكبار والعائلات حقها أنها يكون عندها برامج جزائرية مستوحاة من الواقع الاجتماعي. علاش؟ باش يحس روحه لأنه تعلو الأمم بالثقافة، بالأخلاق والثقافة، شي مفروغ منه هذا. دونك لا برودكسيون أوديو فيزيوال لازمها تكون مستوحاة دو كونتكست سوسيال، يعني من الواقع الاجتماعي تاعنا. كلامك هو الكبير، كاين بعض العائلات مثلا راهم يشوفوا في فيلم هكذا فيه شويه العنف ولا حرب ولا اي حاجه، وما ينتبهوش باللي الطفل راهو معاهم. بالمرات فون با اتونسيون، يشوفوا الفيلم هكذا والطفل راهو هنا، يعني هذه لازم الاولياء ينتبهوا لها لهذه النقطه. هذه الطفل لازم تراقبه. وكاين نقطة أخرى نتكلموا عليها، واش رأيك في التلفاز في غرفة الطفل؟ أنا راني ضد التلفاز في غرفة الطفل. يجي هو خلاص نديروا له، يصبح مدمن بالضبط. يصبح إدمان، يتحكم في البرامج تاعو، يعني يحبوش يشوف. ما يصبح إدمان، يخليك تغيب عليه دقيقة أخرى يدير البرامج اللي يحبها، والبرامج أكثر من سنه بالضبط. الأفلام العدوانية، الأفلام المخيفة، المواقع الإباحية للمراهقين، رجعت خطر يهدد الشبيبة تاعنا. يعني ولا ما كاش المراقبة، وين أنا رايحين؟ وين أنا؟ واش نقدروا نشدوهم؟ كيف راح نقدروا نشدوهم؟ يعني بكري كان مثلا كنا تكلمنا في حصة سابقة على الطفل والإنترنت كذلك، وتكلمنا قلنا ما لازمش تخليوهم للزورديناتور وكامل في الغرف نتاعهم، ولكن درك كاين هواتف ذكيه، كاين يعني اخطر كارثه. دونك لازم تروح تطفي المودام ولا سلك، كاين يعني. ولكن معليش على بالنا بلي دور الاولياء راهو شاق، راهو صعيب، يعني المهمه تاعهم شاقه. ولكن معليش هذه في خطر، نحاول قدر الامكان. معليش على الاقل غدوه من غدوه وليدك يكون عنده مشكل نفسي ولا مشكل في النمو تاعو، في تطور النمو تاعو، على الاقل ما تلومش نفسك، تقول انا حاولت يا ربي، انا حاولت. يعني مسؤوليتك انك تحاول، هي النتيجه. كما نقول للاطفال في الدراسه وكامل، ما تقولش باللي لا انا فاشل، انا ما نقدر، لا قرا ومن بعد على الاقل راح تقول باللي حاولت،
هذه حتى في الحياة يعني الإنسان ما لازمش يكون بيسيميس يعني متشائم، اليأس هذاك والتشاؤم هذاك اللي في بداية الطريق هذاك هو اللي يهدم خطأ كل خطأ. كل الإرادات. نرجع لك من بعد أستاذة خدير حورية باش نتكلموا على تصنيف البرامج مع السن وكامل. حبيت نتكلم معك أستاذة علجية جيلاني، 17 سنة في سلك التعليم مع الأطفال مع أولادنا، يعني تعرفيهم كيش يفكروا كيش. حبيتك يلو كان تكلمينا على يعني ما هو دور المدرسة، لأنه الطفل مثلا لما يشوف فيلم يعجبه ولا مباشرة غدوة راح يجي يحكي عليه مع أصحابه، وأنا شفت البارح فيلم تاع الكاراتيه، أنا شفت فيلم دا واحد، شفت فيلم تاع حرب، شفت كذا. يا هل ترى في المنظومة التربوية أنتما لما تاخذوا تلاميذ يشوفوا فيلم ولا تعرضوا فيلم في القسم بالمرات وثائقي ولا، هل اختيار هذه البرامج هذه وكذلك كيفاش تقدروا توصلوا للطفل انه لازم عليه يعرف واش يشوف ولازم عليه يكون حذر، وهل هناك اتصال مع الاولياء في بعض المرات ولا لتنظيم هذا الامر هذا تاع الطفل والتلفاز؟ تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا بالسؤال الاخير في الاتصال مع الاولياء. عندنا اتصالات واجتماع دورية في المدرسة، ونتصلوا مع الأولياء باش ندرسوا بعض النقاط اللي نكتشفوها في التلاميذ تاعنا داخل القسم، وهذه النقاط اللي نكتشفوها هي عبارة عن سلوكات، إما سلوكات إيجابية إما سلوكات سلبية، نتناقشوا مع الأولياء تاعهم، وأحيانا هذه السلوكات هذه تصدر من عندهم من الصغر، تكون عندهم الصغر من الصيبة. ونعود نولوا للأخصائية النفسانية اللي ذكرت التلفزيون كفرد من أفراد الأسرة. لو كان نعتبر هذا القصة نستغلوا القصة هذه، يعتبر التلفزيون كفرد من أفراد الأسرة بالنسبة للطفلة هذيك، لو كان مرافقة معاملة أفراد الأسرة نحطوه كفرد من أفراد الأسرة ونديروا له معاملة خاصة كما نتعاملوا مع الوالدين، نتعاملوا مع الإخوة، مع الجيران مثلاً، ندخلوا في الاسره نلقاو التلفاز نتعاملوا كفرد من افراد يعني نديروه كفرد من افراد الاسره. كيفاش نتعاملوا معاه؟ اذا هذا الفرد هذا الى دخلناه في الاسره على حسب فكره التلميذه والطفله هذيك الصغيره، كيفاش نديروا نتعاملوا مع التلفاز؟ كما قالت التلفاز له سلاح ذو حدين. بالضبط. اذا الطفل هذا لازم له مرافقه في البيت، لازم له مرافقة في البيت، وهذه المرافقة تكتمل في البيئة الثانية اللي هي المدرسة. بالضبط. البيئة الأولى هي الأسرة، البيئة الثانية هي المدرسة، والمدرسة كمؤسسة تربوية تسعى دائما باش تزرع ذاك النظام، تزرع ذوك الأفكار النيرة يعني القيم الخلقية لدى التلميذ. هل تتكلموا في المنظومة التربوية على البرامج يعني بالمرات مع الأطفال هكذا يقول لكم واش يشوفوا، ولا أنتم تقولوا لهم بلي هل شفتوا هذاك الروبورتاج، هل شفتوا هذاك المسلسل، هل شفتوا يعني، هل المدرسة توجه شوية ذوق الطفل؟ نعم. توجه طبعا توجهت، هما كيبداو يحكوا الأطفال كيبداو يحكوا لنا، احنا نشوفوا، احنا ما نحبسوهمش ما نوقفوهمش ثمثم، لانه تعتبر بالنسبه لي هو برنامج مفضل لديه، ما نحبسهولوش هكذا ثمثم، لكن نعطيه له بعض الافكار اللي رايح يدخل على البرنامج السيء تدريجيا باش تحبسوه مباشره. مستحيل يعني ما تقدرش تعالج النار بالنار، شي نفرغوا منه هذا النار اللي تعالج بالماء، نعطوا له افكار ولا نعطوا له بدائل. عندنا مثلا داتاشو، جيبوا له فيديوهات بالضبط تخدم البرامج المدرسيه في نفس الوقت عندها تطلع على المجتمع، لانه ما نخدموش في هذيك حتى تنمي الذوق تاعو. يعني انا بالمرات نشفانا كنت صغير مثلا، كنا غير نشوفوا هكذا شريط وثائقي نودو، كنا هذه نقولوها ونعودوها، يعني كنا شريط وثائقي نودو بلا ما نشوفوا واش فيه هذاك الشريط. واحد النهار الوالد نتاعي قال لي وعلاش راك نايض؟ قلت له شريط. قال لي عباك شو هو الشريط؟ قلت له لا. قال لي اقعد. كان في عمري كنت صغير 12 13 سنه ولا قحت، كان شريط وثائقي نشفاه حول ثروات البحار، قعدت هكذا انبهرت، يعني قعدت نشوف هذاك الشريط هذاك شحال مفيد شحال. بعد وليت نتبعهم ونشوف لي روبورتاج، لانه الطفل احنا مسؤولين على تنميه الذوق نتاعو. اذا كان الذوق نتاعو راح غير الرسوم المتحركه ولا يروح غير الافلام مثلا، من بعد يشوف ريبورتاج ولا يشوف ناس يتكلموا على موضوع ما ولا راح ينوض، يعني ما يشوفش. هذه هي مسؤوليتنا احنا واش نقول الاولياء، يعني مهم
انا كاستاذه تلاميذي يعطوني بعض افكار انا ما نعرفهمش، خاصة في عالم الحيوانات، عالم البحار، عالم النباتات، في الجغرافيا. رغم أني أستاذة في الابتدائي، لكن هذا التلاميذ، هذا الصغار، هذا البراءة، هذيك هي العجينة، تملي العجينة ما شاء الله، يعطوك الأفكار. أنا راني كبيرة ما نعرفش هذوك المعلومات، هذوك منين جابوهم وين شفتهم، بداو يقولوا الأستاذة شفناهم هنا، شفناهم هنا، شفناهم هنا نحثوهم ما شاء الله، يولي عندهم شغل تنافس داخل القسم، شكون يعطي المعلومة أكثر. إذا هنايا احنا بطريقة غير مباشرة، شكون يجيب لي أحسن معلومة يعني في هذا الموضوع هذا، شكون يعطيني، شكون يتكلم يعني لمدة كبيرة على هذا الموضوع. إذا هو شحيد، احنا بطريقة غير مباشرة واش أنا نديروا لهم؟ راح نبعثوهم يشوفوا هذه البرامج اللي تفيدهم باش يعاودوا يوليو القسم. استاذ انا شفت هذاك البرنامج وتعلمت هذه، وهذه تكون مكمله للبرامج المدرسيه. جميل جميل جميل، شكرا شكرا استاذ، شكرا شكرا شكرا. شكرا سي محمود عبد الغني، راك معنا اليوم كاب كولي امر وكامل، مرحبا بك. حبيتك لو كان تكلمنا انت كأب كولي أمر، كيفاش تتعامل مع التلفزيون مع أولادك، ويا هل ترى وقعت لك كانش حديثة هكذا وين أولادك أصبحوا مدمنين على التلفاز، وكيفاش درت باش تعاملت مع هذا الوضع، وش هو نوع البرامج اللي شوفهم أولادك، ويا هل ترى تشوف التلفزيون مع أولادك وأي برامج تشوفهم مع بعض؟ تفضل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اب واولادي موجودين هنا. الله يبارك، الله يبارك، مرحبا بهم. اذا مادام راه موجودين هنا راح نتكلم بدون تحفظ، بصراحه. ككل اسره جزائريه، ككل اب جزائري، التلفاز هو عضو من العائله. عضو، لكن هنا كاين برامج كثيره، قنوات كثيره. بالضبط. قنوات اجنبيه، وهذا هو لازم الوالدين إذا انترفيان لازم يدخلوا روحتهم في هذه النقطة. نعم، لازم ندخل ولازم نختار ماذا، ما هي البرامج اللي، ما هي القنوات اللي نخلوها، خلوا أطفالنا يتفرجوها. نحكي على محمد نورهان، يحبوا قنوات أو ما يحبوا قنوات كثير، يحبوا قنوات ميكي أو ناتجيو، بدون زياده او نقصان، هذا واش يحب ولادي. رسوم متحركه بزاف، رسوم متحركه، ولكن كاين ما نقدروش نستغلوا رسوم متحركه. ولكن رسوم متحركه يا استاذ، كاين انا واحد النهار ما كانش على بالي باللي في رسوم متحركه، كاين رسوم متحركه تاع العنف. نعم نعم، لي مانغا وكامل، وهذه نعم يعني نعم. من بعد نتكلموا على تصنيف البرامج بالنسبه لعمر الطفل، وهذا الدور كنقول كبير. الوالد يدخل يشوف وليده ويشوف في ميكي، اذا ما كانش عنده درايه باللي الميكي كذلك يعني الرسوم المتحركه ممكن في اغلب الاحيان فيها عنف، وفيها ما تكونش عنده دي يقول لك وليدي شوف في رسوم متحركه خلاص ماشي مشكل، من بعد حتى يتفاجئ به ولا عنيف ولا كذا، ولا يعني تاثر مباشره على النفسيه نتاعو. وهنا يكمن دور الاب والام، وخاصه الام اللي هي تريح الوقت أطول الكبير، مده طويله هي تريح. هنا من الواجب ان الام والاب يشوفوا واش هو يشوف الطفل، يشوفوا هذا الميكي مثلا، ما الموضوع، ما يخليه يستغل اي ميكي يستغلوه. اذا هنا الاب والام وخاصه الام نقولوا، لان المده الاطول تريح مع اولادها، تشوف هذا الميكي هل فيه عنف، هل فيه اشياء تتنافى وديننا وعاداتنا وتقاليدنا وقيمنا. بالضبط، بالضبط. لازم نغربل ماذا بالضبط يرى. بالضبط. الابناء ما نخلي الطفل. إذا أنت والزوجة الكريمة واقفين على هذا الشيء يعني تشوفوا. والله الحمد لله، وخاصة هي، أنا ما الحمد لله الحمد لله. وكاين برامج تشاهدوه مع العائلة كاملة هكذا؟ نعم، أنا نستغل برامج في الميكي كونان، نستغلوا مع محمد ونورهان حتى يكمل. الله يبارك، الله يبارك. وهل هل هناك مثلا برامج عامة أكثر؟ كاين بعض البرامج اللي يقول لك برامج عامة عائلية مثلا. عائليا خاصة القنوات الجزائرية. نفضلوا يعني تشوفوهم البرامج العامة، نستغلوا قنوات الجزائرية، الأجنبية لا. جميل 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 جميل، شكرا 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 سي محمود عبد الغني، الله يخليك. أستاذة خدير حورية، أخصائية نفسانية،
حبيت نتكلموا ولو في عجاله انا وياك على تصنيف البرامج. شفنا باللي في الخارج بعض القنوات وكامل عندهم تصنيف يعني اقل من 12 سنه، اقل من 16 سنه، اقل يعني حتى في لي جو فيديو يعني في الالعاب وكامل كاين هذاك السن. ولكن كاين حاجه مهمه جدا انه هما داروا دراسه، هما اجتهدوا وداروا دراسه على ولادهم، لانه الطفل اقل من 12 سنه في دوله اوروبيه ولا الطفل اقل من 12 سنه في دوله عربيه ولا افريقيه ولا استراليه ولا ماهوش نفس الطفل. انا نظن لازمنا احنا كذلك اجتهاد ونديروا دراسات ونشوفوا اطفالنا يعني لا توليرونس تاعهم يعني السن اللي لازم ما يشوفوش فيه برامج وكامل. ولكن لا علينا، ناس اجتهدوا وداروا دراسات وكامل، احنا على الاقل نحاول نشوفوا هذوك الافلام وهذوك. الا شفنا اقل من 12 سنه لا يسمح، ما نخليش وليدي يشوف. على الاقل هما داروا دراسات كامل. ولكن البرامج نتاعنا احنا نتاعنا بالمرات درك حنا راح نطالبوا الاولياء باش هما يجتهدوا. دونك بالمرات شفت وليدك نتايا او يشوف في مسلسل مثلا، مسلسل ما نذكرش اسمه، اي مسلسل هكذا، وليدك في عمره 12 سنه 11 سنه تشوفه مدمن على هذاك المسلسل. انا نقول الاولياء اقل شيء انك تشوف حلقه، هذه يعني اقل شيء يعني اضعف الايمان. انك وليدي واش راك تشوف؟ نقدر نشوف معاك. ايه تقعد وتشوف معاه، ثم تشوف وثم انت تاخذ قرار كولي امر. دونك انا ماذا بيا نتكلموا على تصنيف البرامج هذه مع مراحل نمو الطفل، يعني كيفاش يكون تاثيرها وكيفاش حنا نقدروا كما تكلمت دركا كيفاش نقدروا نعطوا نصائح الاولياء كيفاش يقدروا يتعاملوا مع هذا الوضع. هنا حبيت نقول لك على ذكر التاثير السلبي، ذكرت واحد الحادثه صارت عندها عامين هنا في الجزائر، في الشرق الجزائري ولا الى نتذكروا هذاك رؤوس متحركه تاع كونان. هو اللي كان يتكلم عليه كونان الاستاذ عبد الغني. على بالك واش صرا اخ يزيد؟ الطفل انتحر. خاطر هذاك سيد محمود راك في خطر، انا جاي انتحر هذاك الطفل. صارت في تبسه ولا في قسنطينه ولا نسيت وين، واش من الولايه. واش كان السبب؟ السبب باسكو شاف هذاك ديسانيمي يلعب، مانيش عارفه. حبي يدير كيما هو، حبي يدير كيما هو. نو هذه صرات، انا هذه صرات عامين، هذه صرات عندها مده عامين. طلع على خور ودار الحبيله وهو من بعد راهو يلعب باش تشوف يعني البراءة الطفوله وين تلحق. يقلد فيه، دار الحبيله ومن بعد راهو يلعب، من بعد ومن بعد ما يصرى له والو. بالضبط. الطفل انتحر. يعني هذه قصه ما نقدروش نتجاهلوها باش نشوفوا يعني خطوره التلفزه. بالضبط. التصنيف هنا حبيت نقول لك تصنيف البرامج، يعني بعض البرامج كما قلت في الدول الاوروبيه يعني رسوم متحركه تاع من صفر الى عام عامين. بالضبط. يديروا تحديد يعني ومع عامين حتى داروا لهم قنوات خاصه. داروا لهم قنوات قنوات اقل من عامين، ثلاث سنوات اربع سنين. اجتهاد ونفس اجتهاد ديالهم وين الحق. يعني سي ان ترافاي دو ريشيرش كي ايتي بازي سور دي زيتود سيانتيفيك، يعني على دراسات علميه اكيده، يعني ترتكز على مراحل النمو الطفل. دول المهم والأهم. احترام النمو الطفل، يعني في المرحله الاولى نقدروا الطفل هنا يقدر ينمي القدرات العقليه، في المرحله الثانيه نقدروا الميدان الانفعالي الاجتماعي، ومن بعدك مرحله المراهقه احترام المراهقه، نديروا لهم الافلام اللي تنص على المراهقه، يعني المشاعر ومن بعدك يعني احنا ما نقدروا احنا وعلى ما نقدروش نديروا نفس الشيء، يعني معتمدين دين على الدراسه. يعني حبيت نقول لك هي دراسه علميه تعتمد على دراسه علم النفس، يعني يجيبوا مختصين نفسانيين جزائريين من كل ولايه ولا من كل قطر ولا من كل اخر، على الاقل نديروا دراسه مقارنه نجتهدوا كما راك تقول اجتهاد شويه حتى نفيد الجيل تاعنا بحاجه اكيده اللي تمس المجتمع تاعنا، يعني ما كان له نروحوا. بالضبط. شكرا 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 استاذه، شكرا شكرا الله يخليك.
إذا يا أولياء إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا. إذا التلفاز هو سلاح ذو حدين، قدر يفيدنا ولا قدر يهدم شخصية ولادنا. لازم يا أولياء تراقبوا واش راهم يشوفوا ولادكم، هذه مسؤوليتكم، لازم تراقبوا. وإلا دخلك الشك ولا حبيت تعرف شفت ولدك مدمن على برنامج ولا، شوف معاه هذاك البرنامج، شوف واش يسوى هذاك البرنامج، وأنت كأب ولا كأم واش رأيك في هذاك البرنامج، لأنه مهم أنك تراعي مراحل نمو الطفل. كاين بعض البرامج اللي الطفل ما لازمش يشوفها في سن معين، خاصة برامج العنف. إذا إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا، تقدروا تواصلوا معنا عبر موقع الإنترنت ولادنا تحت جناحنا.com ولا صفحة الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. سلام. نتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد. نحب الجري في كل مكان، حق اللعب يزيدنا فرحة، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. من حق الطفولة صحة، علم وحب وحنان، لا مقبولة ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم وأمان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان.